ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هناخد اخر بارت من شابتر 2 بارت 3. خدنا المره اللي فاتت، كملنا على الاناليسيس فيز وخدنا الديزاين وخدنا قبلها البلانينج فيز والجزء من الاناليسيس. احنا كده خدنا البلانينج، الاناليسيس، الديزاين من الاس دي ال سي. طيب النهارده بقى ان شاء الله هنكمل بعد الفيزز دي. عندنا تو فيزز كمان عشان نبقى كده خلصنا الشابتر كله، الامبلمنتيشن والمينتنانس. ده اللي هنشوفه ان شاء الله النهارده في الفيديو ده. هنبتدي بالامبلمنتيشن، بعد كده المينتنانس. طيب الامبلمنتيشن احنا اتكلمنا، او لو شايفين الصوره اللي قدامكم دي، شايفين في لانجوجز مكتوبه: HTML، JavaScript، PHP، CSS. ده معناه ان احنا خلاص احنا كل حاجه بقت جاهزه بالنسبه لنا في الفيزيس اللي فاتت. واخر حاجه كانت الديزاين، كان السيستم اناليست خلاص عمل ديزاين لكل الفيتشرز الجديده اللي هنحطها في السيستم الجديد بتاعنا. عمل داتا، كل الداتا فلو، كل الداتا اللي هتدخل والداتا اللي هتخرج، وكل البروسيس اللي هتحصل في السيستم. نيجي بقى هنا، يبتدي بقى السيستم ديفلوبر اللي هو بقى الشخص بقى اللي بيعمل بروجرامينج للسيستم نفسه، يبتدي يطبق، ياخد كل اللي اتعمل في الفيزز اللي قبل كده، وخاصة في آخر فيز اللي هي الديزاين، يبتدي يعمل ايه؟ يحول كل الكلام اللي كان على الورق ده، كل الدوكيومنتيشن. احنا كل ده كنا شغالين دوكيومنتيشن، كل حاجة مكتوبة على الورق، مفيش حاجة اتنفذت فعليا. فهيتنفذ بقى الكلام ده امتى؟ هيتحول فعلا لسيستم حقيقي، او هنبتدي ناخد الكلام كله، الدوكيومنتيشن اللي احنا عملناه في الديزاين وكل حاجة، هنبتدي نحولها الكودينج بقى، نبتدي نعمل كودينج للسيستم نفسه. الكلام ده بنعمله فين؟ في الامبلمنتيشن. طيب عندي الامبلمنتيشن: After having the user acceptance of the new system developed, the implementation phase begins. ان هو شايفين الايمج اللي قدامكم دي خلاص كده ده الاوتبوت اللي هنطلع بيه في الفيز بتاعت الامبلمنتيشن. السيستم بقى real system فعلا، مش مجرد ديزاين على الورق بس، ده اتعمل له خلاص implement، بقى سيستم حقيقي اليوزر يقدر يدخل عليه. طيب implementation is the stage of a project during which theory is turned into practice. يعني دلوقتي احنا حولنا كل theory لإيه؟ لpractice. كل الكلام اللي احنا كنا كاتبينه في الدوكيومنتيشن بقى خلاص حاجة فعلية اتحققت، حققناه. احنا كنا حاطين just description، اللي هيحصل حولنا كل الديسكريبشن ده، كل الحاجات اللي في الدوكيومنتيشن اللي اتعمل لها دوكيومنتد، اللي موجوده عندي في الدوكيومنتيشن، اتحولت لايه؟ لبراكتس، اتحققت على الواقع، بقت ريل سيستم. طيب عشان نحقق كل ده على الواقع ويبقى سيستم فعلا حقيقي واليوزرز خلاص يبتدوا يستخدموه، انا عندي كذا بقى فيز هتحصل جوه الفيز الرئيسية بتاعتنا اللي هي الامبلمنتيشن. عندي أول حاجة الكودينج، بعد كده تيستينج، بعد كده acquisition and installation of hardware and software, conversion, training and documentation. يبقى أنا في فيزز فرعية تحت الفيزز الأساسية، تحت الفيز الأساسية بتاعتي اللي هي إيه؟ الامبلمنتيشن. نبتدي كده خطوة خطوة نشوف ايه اللي بيحصل بعد الديزاين على طول. اول حاجة بتحصل بعد الديزاين الكودينج. يعني ايه؟ The system design needs to be implemented to make it a workable system. يعني كل الحاجات اللي اتعملت في الديزاين عايزين نحولها لريل سيستم. وده بيحصل ازاي؟ او بنسمي الفيس دي ايه؟ This is also called the programming phase. بنسميها programming phase, in which the programmer converts the program specifications into computer instructions, which we refer to as programs.
يعني احنا بنحول كل السبيسيفيكيشن او كل الديسكريبشن اللي احنا عملناه قبل كده في الديزاين وفي الاناليسيس، بنبتدي نعمل ايه؟ ناخده ونبتدي نكتب الكود على اساسه. طيب ازاي يعني السيستم ديفلوبر ده اول حاجه هيروح قاعد معاه مين؟ السيستم اناليست، يقول له ادي هي الفيتشرز الاساسيه اللي هتبقى في النيو سيستم بتاعي. اول فيتشر او اول بروسيس هتحصل ان اليوزر هيدخل يعمل لوجن، يبقى دي اول حاجه عايزين نعمل لها امبلمنت. هنعمل لوجن، هنبتدي نعمل الكود بتاع اللوجن. طيب الكود ده انا عندي عشان بس نفرق او نكمل. طب الاول او لا، عايزاكم بس تعرفوا حاجه مهمه جدا، عايزين نفرق بين حاجه، اسمها الفرونت اند والباك اند. طيب يعني ايه فرونت اند ويعني ايه باك اند؟ انا عندي دلوقتي الانترفيس اللي اليوزر بيتعامل معاه. لو رجعنا كده تاني، شايفين الايمج دي؟ دي الانترفيس اللي انت بتتعامل معاها، بتدخل تعمل كليك هنا، تدخل تعمل لوجن ريجستر، تدخل تعمل اي حاجه انت عايزها على السيستم. يبقى دي اللي احنا بنسميها ايه، الانترفيس اللي انت بتدخل عليها بتشوفها عشان تعرف تعمل اللي انت عايزه على السيستم، بنسميها فرونت اند. ديزاين، انت بتعمل ديزاين، نبتدي تعمل اللوجو، تبتدي تعمل المينيو بار مثلا، تبتدي تحط الهايبر لينكس بتاعتك، تبتدي تحط الكونتنت بتاعك. يبقى ده الشكل اللي انتوا شايفينه، ده اللي اليوزر بيشوفه وبيدخل عليه وبيتعامل معاه وبيدخل يكتب فيه اليوزر نيم والباسورد والكلام ده كله، بنسميه ايه؟ فرونت اند، اليوزر بيشوفه. طيب نيجي بقى للباك اند بقى، الفرق ايه بين الفرونت اند والباك اند؟ الباك اند انت بتكتب كود بلغة معينة، بلانجوج معينة، بتخليك تقدر تبقى تخلي السيستم ده يبقى دايناميك مع اليوزر. يعني ايه؟ يعني مثلا ابسط حاجة، لما انت دخلت على سيستم ريجستريشن اول حاجة عملتها ايه؟ دخلت الاي دي بتاعك ودخلت الناشونال اي دي. طيب انت كده واقف فين في الفرونت اند؟ واقف بتدخل بياناتك فين؟ في الانترفيس اللي انت شايفها وبتتعامل معاه. مجرد اما انت عملت سبميت، نيجي بقى للفانكشن الرئيسيه اللي بتعملها الباك اند. الباك اند دي بقى هي همزه الوصل ما بين الانترفيس اللي انت بتدخل عليها الداتا او بتتعرض لك عليها الانفورميشن اللي انت محتاجها، وما بين الداتابيز بتاعه السيستم. يعني ايه؟ يعني الباك اند ده، ولنفترض مثلا احنا هنشتغل ب بي اتش بي، جافا، اي لغه بقى احنا عايزين نشتغل بيها خاصه بالباك اند. اللغه دي احنا هنستخدمها عشان نكتب بيها كود معين، بيروح واخد الاي دي اللي انت دخلته، ويروح واخد الناشونال اي دي، ورايح على الداتابيز يعمل كويري معين بيخليني اعمل تشيك هل الداتا دي فعلا صح ولا لا. لو هي صح بعمل بقى كونديشنز، بقى بكتب بقى بالكود الكونديشنز دي، if الداتا دي مثلا is true then هيروح ايه، مودي اليوزر على اليو ار ال ده، او موديه على الصفحة اللي بعدها اللي هي الكورسز ريجستريشن مثلا. لو هي غلط خلاص يبقى اعمل له ديسبلاي المسج دي، ونروح كاتبين المسج اللي احنا عايزين نعمل لها ديسبلاي. يبقى اي حاجة بتحصل اليوزر مش بيشوفها، مش بيتعامل معاها، هو اليوزر جاست بيعمل سبميت وخلاص. نيجي بقى للباك اند، ان هو بيبتدي ايه، يروح على الداتابيز يعمل تشيك وهكذا. ابسط مثال كمان، لما مثلا اليوزر يدخل يعمل ريجستريشن للكورسز بتاعته، فمجرد ما هو بيعمل سيلكت، يبقى دي الانترفيس اللي هو واقف عليها اللي هي الفرونت اند. مجرد ان هو عمل سبميت خلاص للكورسز دي، يروح الباك اند بقى للبروجرامينج لانجويجز التانية اللي احنا شغالين فيها بيها في الباك اند زي البي اتش بي مثلا، هتروح واخده الكود ده، الكورسز قصدي اللي اليوزر عمل لها تشيك، وتروح واخداها عامله لها سيف في الداتابيز بالاي دي طبعا بتاع الستودنت ده. يبقى هي كده عندها خلاص ان الستودنت ده عمل ريجستر للمواد للكورس بتاع الكورس اي دي بتاعها كذا، تروح مخزناه في الداتابيز. يجي بعد كده الستودنت يعمل كليك على ديسبلاي السكيديول مثلا، او اللي هو عرض جدول الطالب، يروح ايه برضو الباك اند، يروح على الداتابيز، يروح عامل سيلكت للسكيديول الخاص بمين، بالستودنت.
يبقى انا عندي زي ما اتفقنا حاجتين، فرونت اند وباك اند. طب الفرونت اند عشان اعرف اعمل الديزاين ده بستخدم لانجوجز مثلا زي ايه؟ زي دي بنسميها ديزاين لانجوجز، زي مثلا HTML اللي بتخليني اعرف اعمل ويب سايت على الويب، CSS، جافا سكريبت، بوتستراب، كل ده بستخدمه عشان اعمل بيه ايه؟ الفرونت اند انترفيس اللي هيتعامل معاها اليوزر. طيب هستخدم مثلا زي ما اتفقنا في الباك اند زي ايه، وده الكلام ده طبعا انت هتدرسه بعد كده على مدار السنين بتاعتك ان شاء الله. هنستخدم ايه مثلا في الباك اند؟ زي الجافا، زي السي شارب، زي البي اتش بي، وهكذا. طيب I will written code reduces the testing and maintenance effort. لو انت كاتب كود كويس بطريقة مظبوطة فده هيخليني في التستنج فيز اللي احنا هنشوفها بعد كده ما بيطلع ليش ايرورز كتير، وهيريحني بعد كده برضو ان انا اعمل مينتنانس للسيستم بتاعي، وده هنشوفه في الفيزز اللي بعد كده. طيب كاتب لي هنا ايه؟ programming tools like compilers, interpreters and languages like C, C++ and Java are used for coding. زي ما احنا اتفقنا بنستخدم اللانجوجز دي ان احنا بنعمل لها كودينج with respect to the type of application. كل طبعا programmer بيستخدم application معينة او بنسميه code editor بيكتب عليه الكود بتاعه، نت بينز بقى، كود بلوك، اي حاجة، اي editor هو مرتاح فيه، دريم ويفر، نوت باد، اي editor هو مرتاح ان هو يكتب عليه الكود بيبتدي ايه يكتب عليه الكود، زي ما انت ان شاء الله هتاخد بعد كده في ليفل 2 programming 1، بعد كده هتاخد programming 2 هتعرف ازاي تكتب الكود. طيب the right programming language should be chosen. طبعا كل programmer على حسب ال programming languages اللي هو بيستخدمها او على حسب نوع ال application نفسه، فبيبقى في ليها programming language ملائمة ليها يقدر ان هو يشتغل بيها. طيب نيجي بقى بعد كده للتستنج. انا عندي ما ينفعش اعمل implementation لل او ما ينفعش ابتدي اخلي اليوزر بعد ما خلاص البروجرامر كتب الكود وخلص الاكواد كلها الخاصه بالسيستم بتاعي وعمل كمان الانترفيس، عمل الديزاين وعمل الباك اند، عمل الفرونت اند وعمل الباك اند. ما ينفعش اخد اللي هو عمله ده على طول اروح عامله له انستولوشن عن ال او عامله له انستول على ال على الاجهزه بتاعتي اللي اليوزر هيشتغل عليها مثلا في الكليه، في الشركه، وات ايفر هيشتغل فين. ما ينفعش اخد السيستم ده على طول واروح ايه مسطباه بقى على الاجهزه، لا انا عندي خطوه قبلها لازم اعملها. لازم اعمل ايه الاول؟ لازم اعمل له تيست، لازم اعمل له تيستنج. دي فيز مهمه جدا في الامبلمنتيشن، قبل ما ابتدي اخلي اليوزر يشتغل لازم اعمل تيستنج. Before actually implementing the new system into operations, a test run of the system is done, removing all the bugs, if any. لازم أعمل التستنج قبل الـ قبل الـ implementation الفعلي للسيستم أو قبل استخدام السيستم نفسه. عشان إيه؟ عشان لو في أي bugs أعرف إن أنا أكتشفها بدري قبل ما اليوزر يبتدي يستخدمه. لازم مرحلة أساسية بعمل لها إيه؟ بعمل تستنج للسيستم. It's important phase of a successful A system. ما ينفعش ابتدي اعمل اخلي اليوزر يستخدم السيستم وانا ما عملتلوش تيست، هيطلع له ايرورز مش هنعرف كده نعالجها، لكن لازم اعمله قبل ما اليوزر يبتدي ايه يستخدمه فعليا. After codifying the whole programs، بعد ما اخلص كل البروجرامينج of the system، a test plan should be A developed and run on a given set of test A data. بنبتدي نعمل زي كده مثلا test plan، احنا هنعمل تشيك على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، وكل ما نعمل تشيك على حاجة نعمل مثلا عليها صح ان احنا خلصناه، خلصنا الكلام ده طلع لي باجز معينة اروح ايه ابتدي اعالجها. The output of the test run should match the expected A results. يعني انا دلوقتي حاطط حاجة معينة outputs معينة مفروض تطلع لي، لما اجي اعمل تيست على السيستم لازم الاوتبوتس دي تبقى هي فعلا اللي تطلع، لازم الـ expected results هي اللي تطلع لي. لو طلع حاجة تانية غير الـ expected results معنى كده ان انا عندي ايه مشكلة، في problem عندي، في bugs عندي حصل، مفروض ان انا بعد كده ايه ابتدي اعالجه. وعشان نعمل testing زي ما اتفقنا لازم نعمل الكلام ده قبل ما الـ user يبتدي يستخدم السيستم. بنعمل testing على ايه؟ على testing data
وده اللي هنكمل عليه دلوقتي ونشوفه مع بعض.